اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في البث المباشر مباشره من مدينه الدار البيضاء. كما كتلاحظوا معنا احنا متواجدين بشارع ستوندال، شارع ستوندال اللي كيتواجد ما بين درب غلف والمعارف. طبعا هنايا كاينه الكارثه البيئيه كما كتلاحظوا معنا، ولحد الان مع الاسف لحد الان ما تجمعش هذا الكارثة البيئية، خصوصا انه جاية امام مدرسة ابتدائية. طبعا مع الاسف المكان هنا كيتجمعوا فيه المتشردين. المكان كله عباره عن مخلفات ديال البناء والاسبال. خصوصا هاد الكارثة البيئية كذلك جاية أمام مجمعات سكنية، فإذا كيفاش هاد الناس هادو هاد السكان يفتحوا الشراجم ديالهم فهاد الكارثة البيئية. وطبعا الروائح اللي هي جد كريهة، والأغرب من ذلك هاد الكارثة البيئية جاية أمام مدرسة ابتدائية، فهذا طبعا كيشكل واحد الخطر اللي هو كبير على الوليدات اللي كيقراو، خصوصا المدرسة الابتدائية وليدات كيقراو اللي عندهم 5 سنين 6 سنين 7 سنين، فطبيعة الحال كيشكل لهم خطر هنايا أمام هاد الكارثة البيئية اللي مع الأسف رجعات ملجأ للمتشردين. وكيوقع هنا بزاف ديال الكريصات، فلذلك الناس يحاولوا يردوا بالهم ملي كيدوزو هنايا بشارع ستوندال، خصوصا أنو ليات كاين يعني صور، فراه يقدروا اللي كيكريسيو راه كيتخباو هنايا وكينقزو من فوق السور، خصوصا يعني في الأوقات ديال فصل الشتاء اللي كتكون 8 فيها كتجي ظلام. ومع ذلك يحاولوا الناس يردوا بالهم هنايا ملي كيكونوا دايزين من شارع ستوندال. فمشاهدينا الكرام كما شفتوا معنا كنتمنى ان الميساج ديالنا يوصل، ولو انه صورنا كذا مره ما شحال مره، ولكن مع الاسف حتى الان مازال ما تحركت حتى شي حاجه من هنايا بالمكان. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه البث المباشر، على امل التقي بكم بث اخر بحول الله، الى اللقاء.